برضو الخط هترسمه لازم يمر بالنقطة. طبعا انا شفت كتير بقى ناس لازم فوق وناس لازم المهم تشوف الصفة. طيب دي شفت النقطة الأوريجن، بعد كده هترسم ايه؟ أول أوريجن هرتب الأوردر بس. أول حاجة هتترسم الاس تربيع. بعد الكي لازم الاس. يليها الاوردر فريكوانسي كل حسب مكان. كل حسب مكان. اول اوردر فريكوانسي ده كام؟ نص. نص. طبعا في ناس اتنبت طبعا هنا 2 وهنا 10. في ناس عملت 2 10 ونص. طبعا رسمه طبعا هيروغليف. طبعا فيها حاجات بصفار. ميل بصفر. مش حاجه هنا هتديك ميل بصفر. لان الاس دي هتديك خط ميله سالب 40. دي هتضيف 20 تديني سالب 20. دي هتضيف سالب 20 يبقى سالب 40 سالب 60. مش ميول بصفر؟ طيب دي اول نقطه. اول خط هيترسم مين؟ السالب. هي مش نص الاس ده مين؟ سالب. هي مش نص قبل النقطه. اه دي 1/10 هي من نص. اه هو ده اللي انا قصدي عليه. اه اول خط هترسم مين؟ الاس تربيع. ادي خط ميلو سالب 40. سالب 40 منين؟ دي نقطه. دي نقطه عشان اجيب النقطه الثانيه بتاعه الخط هو سالب 40 قسم 40. يبقى انا همشي 200 اوصل لل 10 وانزل 40 وارسم خط من دي لدي. لو انت رسمت خط من دي لدي دي اللي هي الاس التربيع. خط منه سالب 40 قسم 40. تمام كده؟ بس سالب 40 ده يرفع فين؟ يبقى المفروض لما تيجي ترسم انت هترسم من هنا ده كده جاي كده. ما هو ده خط مستقيم بس جاي لحد النص. طبعا في ناس النص دي كانت كتير ودخلت لحد الواحد. في ناس الخط ده كان فوق. اول خط هيترسم لازم هيمر بالنقطه دي. هي امتداد. دكتور وانا لو طلعت 40 فوق ال 10 ان شاء الله يبقى نفس الخط؟ انا لو طلعت 40 فوق ال 10 لو عملت اللي هو الفايس ده هتطلع 40 كده وعملت اللي هو السالب 40 كده هتطلع انت هتطلع فوق وتعمل كده ازاي؟ الامتداد دي تطلعها كام؟ هو شفت الاوريجن كانت هنا بس مش ده سالب 40 سالب 40 بس مش مظبوط. مظبوط هو الخط مظبوط ميلو سالب 40 بس ما بيمرش بالنقطه دي. كويس يا دكتور بس دي كويس زياده. اه ممكن اخد مواشي بقى. يعني في ناس بتروح دماغها شفتهم بيبقوا عاملين كذا خطوط كده سالب 20 سالب 40 سالب 60 وياخد مواشي. ماشي هي مظبوط بس المواشي اللي سالتك هتاخده ده هيمر انهي نقطه؟ هيمر دي. دي الاصل. مع فينا بقى انت هتمشي 200 وتنزل 40 اوصل خط بس لحد النص. من النص خط ميلو سالب 20. من دي بقى همشي 200 انا عند النص يبقى انا اوصل من 5 وانزل 20 بس اول خط مستقيم لحد فين؟ لحد الاثنين. ده سالب 20 وده سالب 40 ده سالب 20 وده سالب 20 ده سالب 20 من الاثنين لل 10 سالب 40 خلاص بقى من الاثنين همشي ديجيت يعني اوصل لل 20 وانزل 40 واقوم نازل لحد ال 10 ده خط ميلو تاني سالب 40. من ال 10 وانا طالع خط ميلو سالب 60 دايما عندك نقطه همشي دقيقتين وانزل 60 واخد خط مستقيم ده ميلو سالب 60 ديسيبل.
شمال مختلفه مش بيصرنا. هو سيادتك بترتب الكورنر فريكوانسي ترتيبه تصاعدي نص 2 10 وتبدا تشوف الميول بتاعتك مش ازاي. اعتقد دي اسهل لو انت يعني انا ما شفتش حد كده راسم دي اصلا يعني هو ما اعرفش بيكون كاتبه في جنب كده. هي دي اسهل لك انك تعمل. طيب خلاص رسمنا دي الزاويه. الزاويه ما فيش اسهل منها يعني معظم الناس الزاويه النواتج مظبوطه بس طبعا ما وقعهاش مظبوط. النواتج بتاعت الزاويه هتطلع هنا سالب 90 ناقص 180. طبعا سالتك عشان تشيل الزاويه عشان كل اس واشيل واحط مكانها شيل وجه ترسم الكلام ده كله فالزاويه غالبا كانت طالعه طبعا السيستم لازم هيستقر عند ال 270 لان في اربعه في الارقام واحده في البسط يعني اوردر اكبر من ثلاثه هتستقر عند ناقص 270 ولازم هيبقى بادئ من ناقص 180 لان الاس في اس ترجيع الاوردر بتاعها 90 في 2 في الارقام فانت هتبدا من ناقص 180 وتزيد وتنزل تاني لحد ما توصل ناقص 270. طبعا في ناس بقى معرفش الرسمه دي طبعا ما كانتش مظبوطه. دي في ناس نسيت النص فده كان خط واحد، في ناس عملت فوق كده زي ما باشمهندس بيقول، في ناس عملتها تحت قوي، طبعا الرسمه مش مظبوطه خالص، فتوقع لما تكون الرسمه مش مظبوطه ما حدش هيشفق عليك. يعني ما تيجيش تقول اصل الرسمه مش مظبوطه بس الخطوات خطوات ايه؟ ده الخطوات بناء على قياساتك من الرسم. يعني انت راسم دي غلط. ما تجيش تقول اصل الفيز مارجن قانونه مظبوط والجين مارجن ايه اللي مظبوط؟ هو انت بتجيب الجين مارجن ازاي؟ ما هو الجين مارجن بتجيبه من قياسك. هحاسبك انك رحت قيستها بالمسطره على 3 درجه؟ طبعا الرسمه مش مظبوطه في كل الباقي غلط. لو كان عليها الرسمه دي مثلا عليها 8 شفقات انا اديتك 1 ولا 2 من 8 شفقات. انا مش بقول لك تتريق عليك، انا بقول لك تعلمك. لما تكون الرسمه غلط ما تتوقعش انك هتاخد حاجه لان كل اللي هيطلع من الرسمه قياسات قياساتك كلها غلط هتاخد عليها درجات ازاي؟ الفيس مارجن والجين مارجن الناس مش عارفاها. هي الرسمه لحد ما طالعه قرب الكريتيكال يعني المفروض الجين مارجن طالع على ما افتكر ب 2 ديسيبل والفيس مارجن طالع ب 9 درجات. اللي طلعها كريتيكال مش يعني حته الزياده 3 4 فوق 4 تحت دي ما بدوش عليها بالنسبه للجيم او الفيز. في ناس طلعت فيها 4 ب 18 ماشي شغال مش مشكله. ما هو القياس السطحي الملي هيعمل لك القلق ده. لكن في ناس طلعها مطلعه ديت مش عارف ايه 24 ودي 45 عادي. في ناس مطلعه 42 كمان. في واحد المقياس حاجه والناتج حاجه. يعني دي قدامي 4 مللي كاتبها مش عارف 2 ديسيبل. ياخد 4 مللي دي طلع مش عارف 12 ولا 13 فما تخافش فيها لما تطلعها. اللي هو المقياس حاجه والاجابه حاجه. طبعا انا ساعدتك عشان تجيب الجين ماركت والفيس ماركت. دي التقاطع انزل لحد ناقص 180 دي الفيس. التقاطع مع دي اطلع اقيس دي في تاخد دقيقه دي كمل لي يا عم دي كمل لي احسب سكيلك طلعنا الفيس ماركت والجين ماركت السيستم ستيك. طيب طبعا دي 2.9 مش عارف عايز قلت لك حته الجيم مارجن والفيس مارجن دي عليها درجتين الرسمه عليها درجتين بس الجيم مارجن والفيس مارجن درجتين الرسمه دي عليها 10 اصل انت لو كده كده لو غلطت في الرسمه كل اللي باقي ما تكسبوش. هات الكي هات الكي اللي تخلي السيستم كريتيكال. انا عارف ان 20 لوج الكي اللي انا هضيفها انت عايز تخلي السيستم كريتيكال يعني عايز تخلي دي عند الصفر اللي هو بيساوي الجيم مارجن القديم. هو ما شاء الله انتوا حافظين القوانين مفيش مشكله بس لما بتيجي تضرب بتحصل مشكله. طيب جبت انت الكي ايه؟
يبقى الكي دي دي ده هي الكي ايه مضروبه في كام؟ انا جبت الكي ايه خلاص جيت واجد القديم باثنين وجبت الكي ايه يبقى الكي الجديده هي الكي ايه مضروبه في الكي القديم الكي القديمه اللي هي 100 اهو الكي بتاعت المساله في كام؟ يعني انا هضربها في 100 مش هضربها في 4 ما اعرفش انا سيبها 44 جنيه مش هضربها في 2 ونص هو الكي المساله في كام؟ ب 100 فانا بقول له عشان المسألة دي تبقى كريتيكال الكي دي ما تبقاش ب 100 تبقى كي جديدة ما تروحش تضربها بقى في 2 ونص 2 ونص دي مالهاش وجود أصلا ال 2 ونص دي اللي هي الكي بي دي بعد العوامل المشتركة دي ما كانش ليها وجود ده أنا خدت شوية عوامل مشتركة كده عشان أطلع الكي بي وأحسب بس هي بتاعتك هتضربها في الكي الأصلية بتاعت المسألة متفقين على ذلك؟ طيب هات الكي اللي كان مطلوب اللي فيه فكرة شوية بس انا اديتك واحد شبهه هات الكي اللي تخلي الجين مارجن ب 15 الجين مارجن بكام؟ ب 2 انت عايزها بكام؟ 15 يعني المفروض يدعو للتفكير لما انت تطلع الجين مارجن ب 24 بقول لك عايز الجين مارجن ب 15 ده الجين مارجن ممتاز ده الجين مارجن بتاع المسألة 24 تحسن ازاي وتخليه 15 يعني هات كلمه هستفيد ايه لما اخلي يعني كل الاسئله انت بتخلي الكي مش هبان لجين مارجن وكيس مارجن مارجن انت عايز تحسن استفادتي هي الكي طالعه ب 2 او جين مارجن ب 2 فانا عايزها 15 تحسن استفادتي شويه 15 لكن هي طالعه معاك 42 ولا 24 انت بتطرح ايه ولا بتحسب ايه ما دام ما يدعيش ان في حاجه مش مظبوطه في المساله طبعا عشان تجيب الكي فانا عارف ان 20 لوج الكي الجين مارجن القديم ناقص الجين مارجن مين؟ جديد هي ب 2 وانت عايزها ب 15 يبقى انت عايز المنحنى ده يتشفت زياده لتحت زياده مقدارها قد ايه؟ 13 ديسم هات منها الكي ايه؟ المطلوب الجديد الجديد اللي كان يدعو بس طلعه على طول فيس مارجن بكام؟ عشان تجيب الفيس مارجن دي دول اتنين انت عايزهم كام؟ 15 يعني المفروض المسافه دي كمان تبقى 13 عشان يبقى اجمالي الفيس الجيل مارجن بكام؟ يبقى المحور الافقي هيتشفت هنا بحيث ان المسافه دي تبقى كام كده؟ كده مظبوط وانا عايز الجين مارجن ب 15 ونقطه التقاطع مع الناقص 180 عمرها ما هتتغير يبقى كده مظبوط لو ده المحور كده الجين مارجن مظبوط ب 15 الفيس بقى كام؟ اروح اجيب المحور نجيب هنا كده دي النقطه الجديده يبقى دي النقطه اللي هنا يبقى ده الفيس مارجن تقريبا هيطلع ب 27 هات الكي اللي يخلي الفيس مارجن ب 25 هات الكي اللي تخلي الفيس مارجن ب 25 هو المنحنى ده عمره ما هتشف بس ممكن مكان الفيس مارجن يتغير فلما تكون سيادتك عايز الفيس مارجن ب 25 فهقيس 25 درجه فوق ال 130 اهي دي كده مكان الفيس مارجن الجديد عشان دي تبقى الفيس مارجن لازم دي يبقى اربعه ايه؟ تقطعت مع الزيرو ديسك شوف بقى الشيفت اللي انت هتحركه ده قد ايه ويبقى 20 لوج الكي ان بيساوي الشيفت انت هتحرك لفوق ولا لتحت؟ فوق شفت المنحنى لفوق ولا لتحت؟ فوق تحت يبقى ده ازاي؟ المنحنى هيتشاف لتحت عشان في طبعا الزيرو ديسك انت مش عارف فوق ولا تحت المسألة دي لو اتكسبت غلط مع احترامي يعني محدش هيراعي المخطوطات على اللي هي مكتوب ده انا وغيري مسألة غلط انا اخويا بقى كل حاجة بس هي الرسمة غلط حاسبك على ايه؟ ما هي ساتك كلها غلط دي ما فيهاش خطوات ده هو صح
فما فيهاش مطالب. فالمساله دي لو غلط طبعا ناس كثيره تسمعها غلط، ده نتيجه ان هو ما رسمش قبل كده، او دي كانت اول مره ترسم، او ما عادش رسم مع 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 حد مثلا، او ما استجاش المهم ده كده. طب النموذج هو ده الجمل اللي انا صرفت، انا ما خلصتش كلامي. هلاقي النتيجه دي هو احنا لسه ما جوزش.